بالدنيا انت قاعد على السجادة وتعرف الله يعرفك الآخر، انت قاعد على السفرة وتاكل تشوف الجنة وتشوف النار، تصل إلى درجة اليقين. اسأل الله أن يوصلنا إلى درجة اليقين. اسمع اسمع القرآن يقول، يقول كلا لو تعلمون علم اليقين بعد شنو لترون الجحيم. تشوفها بعينك، تشوفها بعينك، وكذلك الجنة تشوفها بعينك. نعم، هذه خلاصة عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، دعاكم إلى الطاعة، إلى الإيمان، إلى العبادة، إلى التوكل على الله، إلى الاعتماد على الله، لما يحييكم، يحيي قلبك، قلبك يكون حي مميت، عالم الآخرة تشوفها، الجنة تشوفها.